وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين. الخبر ده مهم وبيساعد ناس كتير. القرارات تضمنت الموافقة على تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح 1000 جنيه بدلا من 50000 جنيه. يعني بمعنى إيه؟ كان المفروض أنه الأول كانت لازم يكون 50000 جنيه، دلوقتي تم التخفيض وبقت 1000 جنيه فقط. كما وافق المجلس أيضا على اعتبار المشروع الاستثماري مشروعا استراتيجيا، يعني مشروع مهم. أنك تعمل مشروع استثماري ده شيء مهم، ومشروع استثماري استراتيجي وقومي، وده في حالة إقامته في قطاعات زي الكهرباء والطاقة المتجددة أو قطاع البترول، الثروة المعدنية أو قطاع النقل أو قطاع الصناعة أو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو قطاع الإسكان والمرافق أو قطاع السياحة، قطاع الشباب والرياضة، قطاع الإنتاج الحربي، على أن يتوافر فيه المساهمة في زيادة الصادرات وتقليل الواردات وتعميق المكون المحلي في منتجاته. يعني بمعنى ايه؟ يعني بمعنى ان القطاعات دي ان احنا نقدر، المهم عندنا ان احنا يكون عندنا استثمار وان احنا نقوي المنتج الداخلي وندعمه. يعني يبقى كمان انت زي ما بتصدر الى الخارج، لكن كمان يبقى المنتج الداخلي عندك انت بتقومه وبتساعده وبتستثمر فيه وبتقويه بشكل او باخر. خلينا ناخد دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار ونعرف منه مزيد من التفاصيل والمعلومات. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. يعني عايزين نعرف النهارده هذا التخفيض الخاص بالاستثمار وشركات بانه ممكن يكون المستثمر من 50000 جنيه كانت القيمه الخاصه بده وتم التخفيض الى 1000 جنيه. هو الحقيقه الحكومه بتتحرك في ابعد مدى لمسانده الاستثمار. تمام. والاستثمار ده الحقيقه له جانبين، جانب الكوربريت او الشركات الكبيره اللي بالتاكيد بنحتاجها بشده علشان التكنولوجي الحديث، علشان نظم الاداره الحديثه، علشان هي دي اللي بتشتغل على الماس برودكشن، اللي بتشتغل على فتح اسواق جديده اللي يمكن الاعتماد عليها في احلال كثير مما يتم استيراده وتخفيف الضغوط على النقد الاجنبي، بالاضافه الى توليد مزيد من فرص العمل. وبالتوازي مع الكوربريت او الشركات الكبيره، الحكومه الحقيقه ايضا بتسعى جاهدة انها تعطي دفعة قوية سواء كان للمشروعات الصغيرة المتوسطة او حتى للمشروعات والمنشآت الفردية، وده يمكن الهدف الاساسي منه هو توليد مزيد من فرص العمل. بالتاكيد الاقتصاد المصري زيه زي معظم اقتصادات العالم في الوقت الحالي بفعل ازمة اوكرانيا، وبفعل انه هذه الازمة الحقيقة اتت على ازمة اخرى اللي هي كانت التداعيات السببية لجائحة كورونا، فبالتاكيد الاقتصاد العالمي بيمر بتحديات كبيرة للغاية، وبالتأكيد أيضا الاقتصاد المصري بيمر بذات التحديات. المؤكد أنه في عدد من قطاعات النشاط الاقتصادي أبرزها بالتأكيد السياحة، بها الحقيقة حجم انخفاض في التشغيل، بها فرص للعمالة تم فقدها، وبالتالي الحقيقة الحكومة بتسعى أنها تولد مزيد من فرص العمل في قطاعات الأخرى. وعايزة توصل رسالة لكل المستثمرين، كل من لديه أموال قائد أموال، كل من يرغب في الاستثمار، أنه الحقيقة الدولة بتسعى جاهزة انها تقدم كل ما يمكن تقديمه من اجل اعطاء دفعه قويه للاستثمار. والحقيقه هو ده التوجه او الهدف الذي لا يعلى عليه في الوقت الحالي، لان احنا الحقيقه كلنا محتاجين هذا القدر من الاستثمار الكبير، وبالتالي مفترض دي رساله مهم انها تصل بشكل جيد بشكل افضل لكافه المستثمرين، علشان الحقيقه يكون في المرحله الحاليه والقادمه مزيد من التنسيق والتعاون، مزيد من التفاهم فيما بين الحكومة ومجتمع الأعمال. طيب دكتور هشام، يعني خليني برضو كده وإحنا بننظر على مصر وعلى تعداد السكاني والنسبة الأكبر لمصر، يعني مصر دايما يقال عنها شابة لأن مصر فيها نسبة أو العدد الأعمار من الشباب هي النسبة الأكبر بكثير. فإذا إحنا يعني لو بنستثمر وأن الشباب يبقى عنده فرصة إذا كان 1000 جنيه علشان يقدر يبقى عنده هذه الشركات، فإحنا بنتكلم على صناعات صغيرة، على استثمار صغير، ولكن يعني هذا العدد كلما زاد كلما كمان حصل نشاط للصناعات الصغيرة. هل ده كمان ممكن يساعد في 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 هذه التمويل والاستثمار بهذا الشكل؟ بالتأكيد، احنا الحقيقة عايزين نخلق أجيال متعاقبة من مجتمعات الأعمال، مش هنعتمد طول عمرنا على كبار العملاء. آن الأوان اللي يكون عندنا صف تاني وتالت ورابع الحقيقة من مجتمع الأعمال،
والحقيقه مستهدفاتنا في الوقت الحالي، وده الحقيقه من الامور الطيبه للغايه، انها بتتسق وتتفق وتتكامل مع المشروع القومي الاهم في تاريخ مصر، وهو مبادره حياه كريمه. ومبادره حياه كريمه الحقيقه بتخدم على تقريبا ما يقترب من 60% من تعداد سكان مصر، هي بتخدم على ابعد مدى داخل مصر، سواء كان اهالينا في الصعيد او في الارياف، بنتكلم على قرى ونجوع. وهذه المبادره الحقيقه بيقوم عليها العديد والعديد من المشروعات، بالتاكيد بنت بيئتها، بمعنى انه مهم او ان كل قريه او نجع او مدينه يقوم على شبابه واهله وناسه. صحيح. وبالتالي هذه او ما اقدمت عليه الحكومه اليوم هدفه الاساسي انه يشكل العديد والعديد من المشروعات الفرديه اللي ممكن انها نستفيد بها من خلال مبادره حياه كريمه، ونفيدها ايضا من خلال اعطاء مزيد من فرص الاستثمار، اعطاء مزيد من التوعيه، برامج تدريبيه وما الى ذلك. صحيح. وبالتالي نقف بجنب بعض، هذه المشروعات او هذه الفئه من الافراد تساند الدوله والحكومه في مشروعاتها القوميه، وايضا الحكومه تساندها مش بس انها تخلق لها فرصه عمل بالاطار او بالشكل التقليدي، فرصه عمل حكوميه وانفتك الميديا تمدغ في التراب، والحقيقه صحيح الامثله اللي الحقيقه عفى عليها الزمن، ان لو ان احنا الحقيقه ان احنا نغيرها، نخلق يعني بانفسنا فرص الاستثمار، نزيد لانفسنا الدخل، علشان التحديات قد تحديات كبيره للغايه، وما لم نعتمد على قدراتنا الذاتيه بالتاكيد هيكون التحديات صعبه ومجهده. اكيد. انا بشكر حضرتك جدا دكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار، وطبعا ده بيخلينا زي ما شفتوا حضراتكم، اعتقد ده خبر مهم جدا بهم كل قطاع الشباب، وزي ما قلتوا هو كمان يعني لازم تكون الاستثمار بشكل استراتيجي او قومي، يعني ما يخدم بلدنا بشكل عام، انتاجنا وبلدنا وقطاعات كتيره الحقيقه اللي موجوده ومتنوعه، فهتلاقيها في كل المحافظات. انا بشوف كمان انه المحافظات هنا عليها مجهود، مش بس المحافظات، كمان الجامعات الكبيرة أنها ممكن كمان تساعد الشباب في نوع من أنواع التوعية، وممكن يبقى الاستثمار شكله إيه ويقدروا يعملوا إيه، لأنه 1000 جنيه وتبدأ أنت الاستثمار وتقدر تعمل. فإحنا بنتكلم عن نشاط واستثمار يعني ممكن يكون قليل، ولكن نسبته ممكن سريعا يبقى عدد كبير جدا، سواء موجود في المحافظات الكبيرة أو أنه الناس تقدر تعمل ده بشكل كبير ويقدر يساعدها، فنقدر كمان نبقى في اقتصاد نقدر نشتغل عليه، ويبقى المنتج كمان المحلي له قيمة. احنا احيانا لما بنشوف المعارض اللي بتبقى موجودة زي ديارنا وزي المعارض اللي بيقوموا بيها الناس، سواء السيدات او رجال الاعمال او الشركات الستارت اب والشركات الصغيرة، بنبقى بنشجعهم وبنبقى فرحانين جدا ان هم بيقدروا يعملوا هذه المشروعات. الحقيقة في تشجيع كبير جدا علشان نقدر نعدي كلنا ونقدر نزق عجلة الاقتصاد الى الامام.